كان مرة واحد يعني على أساس إنه يشيل صندوق من الرف يوريه للوالدة في العربية على أساس إنها هي زولة كبيرة وما بتقدر تنزل، ومشى هو والوالدة واليونيفيرس كلهم ما جوا راجعين. برضه للأسف يعني حاجة مؤسفة. ففعلا هي أدوية النزلة، أنا ما مفروض أصرح بالكلام ده، لكن فعلا أدوية النزلة يعني الشباب هم بيفتكروا إنه بيحصل لهم أديكشن، يعني هي ما بتعمل لهم حاجة، لكن هي بتعمل حاجة اسمها دراونس، يعني الواحد بيحس بإحساس الخدر بس، يعني فهو بدل ما يتناول جرعة معينة بيتناول الجرعة يعني بتكون أوفر دوز، فهو بيحصل له إنه هو بيكون في حالة خمول، فبيفتكر روحه إنه كده خلاص يعني أخذ الكيف. عليكم السلام، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، الحمد لله. احنا سعيدين الليله من داخل الصيدليه معنا الدكتوره الجميله، خلينا نتعرف عليها من معنا، اميمه عثمان المهدي. احنا سعيدين جدا بك دكتوره اميمه. والليله في زي سودان بنتكلم عن حاجه يمكن استغلال الناس او الصيدليه عموما، هي دور كبير جدا في حياتنا والمجال ذاته، جانب انساني وجانب بنحتاج له في حياتنا كثير. فربنا يقويكم على الحاجه دي والله ان شاء الله. فالصيدليه بتمر عليكم حاجات كثيره، منها الجميل ومنها ممكن يكون ما ممكن نسميه كعب لكن مو كويس، او عادات ظهرت كثيره في المجتمع السوداني بقت ضاره على الفرد وعلى المجتمع كله. فيا ريت لو حدثتينا عن الحاجات دي ايه عن قرب يعني. والله هو للأسف أيوة بتحصل حاجات كويسة وحاجات كعبة يعني للأسف يعني، لكن بتحصل دايما المواقف المكويسة في الصيدلية أكتر، يعني من ضمنها إن هي بتقتل المروءة في الناس، يعني كأنه يعني يجي واحد مثلا مسكين يعني ويجي واحد تاني يساعده وبيستقلوا الحتة دي يعني. فمثلا كواحد يعني يكون مثلا قيمة الدواء تكون ناقصة له أو ما قادر يدفعها تماما، يجي واحد تاني يدفع عليه، في الأخير يتضح إنه زول هو أصلا شحات، يعني يجي يقول لك مثلا رجع لي الدواء وديني القروش، وهكذا يعني أساليب كثيرة. ففي مواقف كثيرة يعني ظهرت لنا، ده واحد من الأشكال. الأشكال الثانية بجون البنات الصغار الشحادين، يعني برضو بين في عمر كم يعني من عمر 9 ل 11 سنة كده تقريبا، يعني بكونوا متمرسين المهنة تماما، يعني في انه برضو يعني يجي يحكي لك قصة حياتهم، انه مثلا يعني واحدة امها عيانة في البيت محتاجة الدواء الفلاني وانت تضطر تديلها مجان او بنص القيمة، يعني بعد فترة يعني بنكتشف انه هي مشت باعته في حتة تانية يعني، فبيجي ده اسلوب جديد يعني. طيب هم بيحصلوا على الروشتات دي او الحاجات دي من وين؟ الوصفات الطبية دي يعني واحد تلقيه شايل روشته وقاعد بقدم صيدليه انا داير الدواء ده ساعدوني، وزي ما انت قلتي بعد ما يدفع القروش والزوار يمشي، بعد ذاك بيجي يبقى مشاجره بيناتكم انتوا الاثنين. أيوة. ما بين الصيدلي والحاجه دي. ايوه. فهم بيتحصلوا على الوصفه من وين؟ حقيقه انا ما عارفه، لكن الملاحظه انه دائما الروشتات بتكون قديمه يعني. فهم شكلهم مثلا يكونوا دخلوا على دكتور مره واحده وبيكونوا محتفظين بالروشته دي يعني طول الزمن ده يعني. فانا ما عارفه بتحصل على من وين يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتعرف عليكي من معنا الدكتوره؟ اسمي منازل عبد القادر. دكتوره منازل احنا سعيدين جدا بك وبلقائك، وللي حابين تضيفي لنا وتوضحي لنا اكثر كزوله في الحقل الطبي ومزاوله للمهنه، دارين نعرف الحاجات اللي بتلاقيك، مواقف طريفه طبعا كثيره بتحصل وفي حاجات برضو بتحصل، لكن هل في مواقف طريفه كده انت حاليا متذكره؟ والله كثيره يعني، ما عندها حصر. هل بيجي يتظرف لك؟ هل بيجي كلهم يتظرفوا لك صراحة يعني، وكلهم والله يعني طيبين يعني. ما طيب. يعني في حتة الطيبين دي وده الموضوع اللي أنا ذاتي دايرك فيه. الشعب السوداني شعب جميل جدا، متكاتف ومتعاضد وبيحاول يقف مع بعض، لما يلقى إنه زول ما محتاج لحاجة بيقوم بيساعده زي هي في إمكانيته وكده. فهل مرت عليك مواقف زي دي حسيت بانه زول لجا وقال محتاج وطلع بعد شويه هو ما محتاج بمحتال يعني؟ كثير كثير والله، وكمان بيجوا يتفننوا فيها يعني. كل مره انت بتلاقي صوره بتفنني فيها اكثر من الاول يعني، بتحسي باستغفال لما يعني بصوره كل مره ماشيين يعمل ابديت ليفل، كل مره ليفل اعلى ليفل اعلى كده يعني، بيعمل ابديت هم لوحدهم يعني مجموعه الشريحه يعني. سبحان الله، تحس انه عندهم تفكير، عندهم طريقه بتاع التخطيط كويسه ممتازه، لو استغلوها في حاجات كويسه وروضها في حاجات ثانيه بيستفيدوا اكثر يعني. طيب احكي لي واحد من المواقف اللي ممكن يكون هسه ظاهره في المجتمع وبقت كثيره يعني، انا معك فعلا متسولين بكم كتار، الناس اللي بتستغل الادويه تستغل حوجتها للحاجه دي، فلو حكيتي لنا اكثر عن الحاجه دي.
من المواقف اللي مرت عليك؟ والله في موقف لحد الآن كان في راسي. كان في واحدة يعني مثلاً مثلاً تجيك تقول لك والله يا أخي أنا بتيجي ما تستهدفني، أنا تستهدف الناس اللي معاها الواقفين جنبها يعني، بتجي تجيب أوراقها وفحوصاتها وحاجاتها وكلهم، تقول لك مثلاً أنا محتاجة الدواء الفلاني المعين ده، ولما أجي أشوف الدواء هي قصده يعني من الأدوية الغالية ومصرة عليه، تقول لي العيان الثاني يقول له يا أخي أنا بس عايزة الدواء ده ما عايزة قروش. فتجي هو بحسن نية إنه يشتريها لها. اليوم الثاني في نفس شفتي هي ذاتها بنفس هيئتها تجي وتقول إنه تستهدف ضحية تانية يعني، وتقول له أنا ما محتاجة لقروش، محتاجة بس لدواء للدواء الفلاني، ونفس الدواء نفس الهيئة نفس الأوراق الشايلاها. فده كمان يعني وصلت لي ليفل عالي. احنا متواصلين معكم ومعانا استاذه ام جمعه، احنا سعيدين جدا بك، كيف احوالك؟ كيف تمام؟ بخير الحمد لله، كيف مسيت ان شاء الله؟ طيب الحمد لله، يسعد مساك بكل خير ومرحبا بكم. الله يديك العافيه. احنا سعيدين باطلالتك على قناه نزي سودان، وليلى انت من قسم الكوزماتيك عموما، فيعني حاجه داير ازور اول حاجه باله طويل، اختلافات الاساليب في الناس والحاجات دي، فلو حكيتي لنا شويه الحاجات اللي ممكن تكون بتضايقك اثناء الدوام او حاجات ممكن من الكاستمر او من الزبائن عموما، شنو الحاجات اللي ممكن تكون طريفه وممكن تكون شويه بتضايق؟ طبعا الناس بتختلف، كل الناس مع واحد طبعا، هي حسب شخصيته حسب اخلاقه، الناس كلها مع واحد هي تلقى الاسلوب الحلو تلقى الاسلوب الكعب، في ناس ما عندهم صبر يعني مثلا، لكن طبعا انا لازم يعني اكون دائما بالي طويل وعشان اكسب الناس وكده، هي زول حسب كلامه او حسب اسلوبه انا برد عليه طبعا. يعني حتى لو اسلوب كان كعب انا ممكن ارد عليه بنفس الاسلوب. تمام، اصلا يعني دي شخصيتي كده، يعني ما بقول عشان انا مثلا اشكر نفسي ولا كده، لكن يعني انا لو ما عملت كده ممكن القى يعني اسوء من كده، صح؟ فعلا. طب ام جمعه، هل مرت عليكي حاجه فيها نوع من انواع الاحتيال؟ يعني زول جا حاول يستغفلك او يوريك انه مثلا يبالغ انه ما معقولش انه محتاج للحاجه دي، هل مرت عليك مواقف زي دي؟ والله مرت يعني مر كثير، يعني هو بيشوف مرات جزء منها بنحاول نتحاشاها. يعني قبل شهر ونص او شهرين يعني طبعا اكيد في نصابين بيكون، ما كل الناس بيكون جايين يشتروا، او ما كل الناس بيكون يعني اغلب بيكون في بيشن جاي يشيل مثلا دواء، او في زول الكاستمر عايز يشيل مثلا حاجه معينه او كده. اغلب الناس، في ناس بيكون يعني من الناس اللي ما بنقدر نعرفه، لكن شنو بنحاول برضه زول يعرفهم. يعني قبل شهر او شهرين كان يعني في اولاد نصابين كان فعلا جو خاشين، يعني باعتبارهم هم عايزين حاجه، مش سالوا بهناك في القسم بتاع الادويه، ما يعني ما لقوا شيء ثاني جو القسم بتاع الكوزمتيك، كانوا بيسالوا الحته دي. هم في النهايه هم كانوا نصابين ما اكثر من كده، فهمتيني؟ يعني مرات احنا مع الزول بيكون مشغول ما بيقدر يعني يستوعب مثلا زول ده كده. هم نصابين بمعنى انه بيغفلوكم بيشيلوا الحاجه عادي، ممكن هون يكونوا نفرين يعني، ممكن يكونوا اثنين عادي، هم كان شالوا تليفون يعني قبل شهر ونص. يعني بتيجي كثير بتحصل، يعني هم كانوا قبل شهر ذاته يعني جو بالنهار اخذوا التليفون فعلا وحاولوا الناس شافوه وكده رجعوا لنا، لما ما لقوا طريقه جو بعد اسبوع في نفس المعنى يعني كده، فهمتي؟ يعني بيجوا اشكال كثيره ما بنقدر نعرفها. طيب البنات، هل في مجال البنات هل حصلت لك معهم مواقف برضو ولا بس؟ والله البنات في برضو يعني المواقف السيئة فيه والمواقف الوسط زي ما أقول فيه برضو. البنات برضو يعني في ناس مرات بيستعجلوا إن الوحدة ما تفهم الحاصل، يعني ممكن تعمل مشكلة عادي، لكن برضو بنحاول نتجاوزها يعني. مثلا في الحسابات مثلا بتستعجل، يعني هي بتكون لسه ما عارفة حسابها مثلا بهنا أو بهناك، نفس الشيء يعني برضو بنحاول نتحاشى. ربنا غادي يديكم البال الطويل وبدوركم الكبير بالقوة في المجتمع، احنا شاكرين ومقدرين لكم. شكرا لكم كثير، مرحبا بكم. الله يديك العافية. شكرا لكم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين، كودن بيفتح. الحمد لله. منو معانا؟ تمادر، دكتورة تمادر. احنا سعيدين جدا بك دكتورة تمادر، وما شاء الله يعني فرحة بوشك كده جميلة وبشاشة حلوة، شكلها هي دي اللي بتشفي الناس بدل الدواء يعني. الله يسلمك. الله يديك العافية. طيب دكتورة تمادر، انت كواحدة مزاولة المهنة وقاعدة في المجال الطبي ده، في حاجات كثيرة ظهرت في المجتمع السوداني بقت النصب الاحتيال عن طريق الأدوية الروشتات القديمة، فهل بتمر عليك مواقف زي دي في الصيدلية هنا؟ ياما، لكن بس في النهاية بتحكمك إنسانيتك وبتحكمك يعني نوعا ما بتحاول تقرا البودي لانجوج بتاعت الفيشن على اساس انه شويه تهلب، لكن بتمر عليك كثير بتترسع مره اثنين كده بعد ما بتعرف تستعدل. طب الحاجه دي هي من اعمار معينه ولا كل الناس؟ يعني ناس كبار، بنات صغار، شوف على لسه شباب، الحاجه دي من كل الاعمار ولا من فئه معينه يعني؟ نوع كل الاعمار، ما بتفرقي بين الكبير والصغير، كل الاعمار بتجيك مختلف الاعمار.
يمكن انا ما اعرف، لكن الناس الكبار عشان بيخطوا انه زول ما بيخط فيهم الحاجه دي وما بيظن فيهم الظن سيء، فبيستغلوا الحاجه دي بصوره كبيره جدا كتير كتير. في البيجي عديد بيقول لك خلاص يعني بس دقائق، وبعد ذاك الدقائق دي بتطول عليك. تعرضتي لحاجة كده بتاعت سرقة أو كده وشالوا منك حاجة بحسن نية وما جوكي تاني؟ طبعا طبعا، لأنه أنا بالذات في ميل، وفي ميل معروفين إنه موشنل فبيستغلوا الحتة دي كتير. كان مرة واحد جاني على أساس إنه يشيل صندوق من الرف يوريه للوالدة في العربية، على أساس إنها هي زولة كبيرة وما بتقدر تنزل. ومشى هو والوالدة واليونيفيرس كلهم ما جوا راجعين. ايوه تلنوا والله جيت، وربنا يصبركم على مجالكم يعني رغم الخدمة الكبيرة اللي بتقدموها، لكن اتعرضتوا لحاجات كثيرة في الفترة الأخيرة دي، فأتمنى انها تقل والله. لأنه بجد يعني عادات زمان ما كانت فيه فعلا، أو ما كانت احتمال الفوكس شوية ما كان عليها كثير. يعني كانت كلها حاجات فردية الناس ما كانت مركزة عليها. لكن السوشيال ميديا ساعدت كثير، فكل زول بيتعرض لحالة زي دي أو أي صيدلية بتتعرض لموقف زي ده بينزلوا في الجروبات الفيديوهات الاشكال بتاعه الناس كده، على اساس انه الصيدليه الثانيه تاخد حذرها. ايوه كثير شديد، فالحاجه دي ساعدت كثير. يعني حتى لما مثلا بتعرف الناس في الشارع الواحد بتلقيهم كلهم بيساعدوا بعض، على اساس انه الحاجه دي شويه تقل. لكن من ناحيه موجوده موجوده، ومن ناحيه انت في النهايه لازم تتغشي بتتغشي، ما انت بيجوكي ناس يعني فئات المجتمع مختلفه تعاملي مع جمهور. بالضبط كده، يبقى انه انت الوحيده اللي ممكن تكوني عارفه الحاجه دي، لكن الكاستمر بيجي ما بيجي مره، ما بيجي كل يوم ولا كل شهر، فبيجيك مره يمكن وقد يكون جابه الشارع بالصدفه وبحث عن دواء معين، فبيكون عرضه لانه في زول بيطلب منه المساعده وبيمشي. الزول ممكن يكون قاعد قدام الصيدليه ما عنده شغله، او كثير من المحلات التجاريه بيكونوا قاعدين متمركزين فيها، فبيستغلوا طيبه الشعب السوداني في انه بتعاون كثير. فتفتكر هالحاجة دي ممكن تقلل تاني انه انا اكون كريمة وانه اساعد الناس او كده يعني؟ ما افتكر حاجة زي دي بتقلل. ما انت في النهاية بتطلع صدقة، سواء كانت مشت ليه، هي بتمشي لله في النهاية، اذا كانت مشت صادفة الزول الصح والزول الغلط انت ونيتك. لكن حاجة زي دي تقيل في المجتمع ما زي. دكتورة تمادر والله كنت سعيدة جدا بالزمن اللي قضيته معاك، وشكرا لك. الله يخليك، شكرا لك كثير. الله يسلمك. طيب خلينا نتكلم عن جانب ثاني دكتورة. في أدوية طبعا بيقولوا إلا بوصفة طبية من الطبيب، لأنه بيكون فيها نسبة بتاعت مخدرة أو حاجات بالصورة دي بتعالج أمراض معينة. فالشباب برضو أنا سمعت إنه والمنتشر هسه حاليا في المجتمع إنه تقريبا دواء النزلة والجحة وحاجة بالصورة دي، فهل الحاجة دي بتلاقيكم هنا يعني الشباب بترددوا على الحاجة دي؟ أيوة بصورة يومية يمكن نقول نسبة 90% يعني في اليوم مترددة بصورة كثيرة يعني، وبرضو للأسف يعني حاجة مؤسفة. ففعلا هي أدوية النزلة، أنا ما مفروض أصرح بالكلام ده، لكن فعلا أدوية النزلة يعني الشباب هم بيفتكروا أنه بيحصل لهم أديكشن، يعني هي ما بتعمل لهم حاجة، لكن هي بتعمل حاجة اسمها دراونس، يعني الواحد بيحس بإحساس الخدر بس يعني، فهو بدل ما يتناول جرعة معينة بيتناول الجرعة يعني بتكون أوفر دوز، فهو بيحصل له إنه هو بيكون في حالة خمول، فبيفتكر روحه إنه كده خلاص يعني أخذ الكيف. يعني للأسف بإمكانك لو ساعدتي هتقولي إنه الزولة دي كل يوم بتجي، لكن هما يعني أنا ما أعرف هما بيستحوا الحاجة دي، ما غيرت ربنا يستحوا المجتمع بقيت حاجات سيئة جدا. طيب هل بيجي يعني التأمين الصحي طبعا في أدوية فيه وأقلة، فهل هم بيستغلوا الحاجة دي وبيجيبوها عشان يبيعوها برا، أو هي طبعا زي ما أنت سويت لي بتقول داير الدواء ما داير القروش، فهي الدواء ده بتصرفه كيف وبتتصرف فيه كيف؟ من ناحية يعني هي بتحصل على الدواء بتودي وين، أو يعني الفايدة ممكن تلقاها من الدواء شو؟ بتمشي توديه مثلا لصيدلية تانية أخرى يعني بتقول يا أخي أنا جابوا لي مثلا أنا جبته حسي ولقيت في البيت جابوا لي فبقى دبل، فانا عشان محتاجه للقروش حاسه حاليا يعني احوج من انه الدواء حاسه حاليا، فتقول له يا اخي انه انا عايز ارجعه والدواء متوفر، فممكن يكون الصيدليه او الصيدلانيه بحسن نيه ترجعه يعني تقول خلاص عشان اساعد الزول ده انه يمتلك القروش، وفيما بعد يعني بالطريقه دي يعني دائما لغايته بنحاول نسلط الضوء على المشكلات الخاصة، وإن شاء الله المعنيين بالأمر يقدروا يعالجوا الحاجة دي. شكرا لك يا دكتور، يديك العافية. إن شاء الله يديك العافية. الله يخليك.